لا تفضل انت دقيقه لك ودقيقه. انا بعطيك دقيقتي الثانيه يعني ما راح تكفيك دقيقه. الله يجزاك خير. روح في بعجاله بدقيقه. طبعا هذا القانون هو الاقتراح بقانون من وجهة نظري هو اقتراح لهدم الحركة الطلابية وتاريخ 50 سنة. اتفقنا عليه دكتور. ما اتفق، أنا اتفقت على صحة الأشكال شكليا، ما قلت الموضوع. هذا الاقتراح يهدم الحركة الطلابية، يحاول أن يخرس الألسنة. 60% من الشباب من المجتمع الكويتي، من شريحة الشباب، أي اليوم أقول حق ممثلهم لو سمحت لا تتكلم بالسياسة، شنو معنات السياسة؟ حتى اليوم ما في أحد يوضح لنا هذا الموضوع. ونقطة أخيرة، مطالبة للجميع من قبل سواء كانوا اتحادات طلبة، روابط علمية، دافعوا عن اتحاد الطلبة، دافعوا عن حركة طلابية، دافعوا عن تاريخ الحركة الطلابية اللي هو عماد الحركة السياسية بالكويت. وشكرا، يعطيكم العافية. يعطيك دكتور.